تستعد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوزيع مواد جديدة عبر السورية للتجارة وفق نظام البطاقة الذكية خلال شهر رمضان وبسعر التكلفة، وحسب معطيات خصت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صحيفة محلية، فإن المواد الغذائية المتوقع توزيعها قريباً ستشمل بعض أنواع البقوليات كالعدس والحمص، مع إمكانية توزيع الفاصوليا البيضاء في حال توافر الكميات المطلوبة للتوزيع. أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء عمليات زراعة لنحو 21 طناً من بذار البطاطا ضمن المشروع الوطني لإكثارها للموسم الحالي. وذكرت مدير الفرع المهندسة سلافة السعد أن عمليات الزراعة التي استمرت لمدة 3 أيام تمت عبر التعاقد مع أحد المستثمرين وشملت 113 بيتاً شبكياً ضمن موقع بقرية المتونة في ريف السويداء الشمالي، وجرت زراعتها بأصناف متعددة لإنتاج بذار من مرتبة سوبر إليت بهدف تأمين احتياجات الحقول المكشوفة منها خلال الفترة القادمة. استكمل مزارعو منطقة حوض اليرموك في درعا زراعة محاصيلهم من الخضار الباكورية والتي من المتوقع أن تبدأ إنتاجها أواخر الشهر الحالي، فيما تبلغ الذروة خلال شهرين نيسان وأيار القادمين، ما سيسهم في رفض الأسواق بأصناف متنوعة من الخضار ويحقق استقرارا في أسعارها لصالح المستهلك تزامنا مع شهر رمضان. أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً لخفض الاستهلاك النهائي للطاقة في دول التكتل جميعها 11.7% بحلول عام 2030، وهو هدف قال مشرعون إنه سيساعد في مكافحة تغير المناخ والحد من استخدام أوروبا للوقود الأحفوري الروسي. هذا وتم التوصل للاتفاق بعد محادثات استمرت طوال الليل بين مفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. أعلنت المفوضية الأوروبية تخفيفاً لقواعد الدعم الحكومي في محاولة لمنع صناعات من الانتقال إلى الخارج متأثرة بإغراءات مساعدات صينية وأمريكية للتكنولوجيا النظيفة. وقالت المفوضية الأوروبية للمنافسة ماغريت فيستاجر في بيان إن الهدف هو من أجل السماح للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أن توفر دعماً حكومياً للشركات بطريقة سريعة وواضحة ويمكن التنبؤ بها. من المتوقع أن تؤدي موافقة صندوق النقد الدولي على إصلاحات سريلانكا وإعادة هيكلة الديون إلى الإفراج عن نحو 220 مليار ين مما يعادل 1.6 مليار دولار من أجل مشاريع أوقفتها اليابان، ذلك بحسب مصادر مطلعة. وتشمل المشاريع تحديث المطار الدولي الرئيسي لسريلانكا بقيمة 74 مليار ين ومشاريع أخرى تتعلق بقطاعات الطاقة وإمداد المياه والبنية التحتية الريفية وإدارة النفايات.